حالي هاي سي مرة الخيل قطبان هالجناوة هالشواية هالقنبة الملحة والقنب هالعواء هالقدق هالبصلة والشلاطة والمناضة والحليمة اللي يجيب جديد ديما سيربريز هالمجمع. الحمد لله هاد العيد الكبير كان خالعني ارتاحيت. ايوا انت تقديتي هادشي والحولي فينا هو؟ كيفاش الحولي فينا هو؟ واش راه زمان وياك راه مجوجين خصها تكون شويه الكوديزاسيون شويه المعاونه شويه هو ديري شي حاجه. ما تخافش غادي ندير. شنو غادي دير؟ غادي ندير لك الشوحه اللي ما جبتيش ليا الحولي. صافي هادشي اللي سالمي عندك انا ها؟ وراه تقديري صايبه حنا حيدنا بقى غير الحولي. اش جبتي؟ ياك القطبان وشويه كانوا فوق الماريو. ايوا شكون جبدهم من فوق الماريو طاسخ؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ديما كضرب لي خدمتي انا في الزيرو. ديما تما راه كضرب عليا في الزيرو. واش الرجيم؟ ماشي سطع محلول ولا مسدود؟ مسدود؟ الحمد لله. علاش؟ خفت الحولي نقز. اين حولي؟ اللي غتاخدي. تقرير انا واقف على الفلوس. علاش؟ بل بيعت شي باش ناخد الحولي. انت لا بعتي هاد الشويه وهاد القضبان هادو باش غادي تشوي هاد الحولي هادي؟ غنسلقو. سي سفيان ها هو الحولي 500 غرام لوندا. اجي دير بيزو العم اجي. كيفاش؟ غلاف غوص واش هذا دري ولا دريه؟ زيدي مين شافق مين جاره مين حاته مين حفاظه مين بزاف سي طرو صافي كروس سينا غادي نجي للدار فكرو قطع انا غادي نجي ترخفك نفسها صاحبي راه الدخول المدرسي ديما داير فحال هكا خويا ترى ماشي الدخول المدرسي هذا راه الخروج العقلي اسيدي داكشي باش غنشري للدري الادوات نوض نجوجو راه كبر الله يحسن العوان راه صعيبه شويه هو يلا خرج رمضان داز العطاش الدخول المدرسي بزاف عرفتي واحد اللائحه عطاوني ديال الادوات تقول الدري غادي يخطب جوج من الحاجه جوج دافاتير ديال 100 ورقه جوج دافاتير ديال 500 درهم جوج طاولات جوج استادات جوج بيضات جوج مسمنات جوج كيلو ديال الجلجلان نهار دخلتوا لي المقادير ديال المدام مع الادوات مع الراحيطات مع كيضربوا الزقل تخلطوا لك المقادير مع الدافاتير تم اللصقه قال لك جيب لينا سيدي اللصقه ديال السكوتش والصقه ديال الماء لا بارك عليا داك اللصقه ديال مو واش انت باغي تقري ولدك ما بغيتش تخلص الفلوس وبغيت نخلص عليه الفلوس خفتو ما يقراش وتبقى فيه الشمته والله الا تقجيت الدب ديال المدام بعتو باش نسافر قلت لها نرجعو من السفر رجع لك فلوس الدب رجعتي لها دابا الدب بعت لها تكاشط ورجعت لها فلوس الدب رجعتي لها تكاشط وبعت بيد الناس ورجعت لها تكاشط دابا فين كتنعسو سي سفيان اش دخلك تما فين بيت الناس ديالي يلا خرج عليا خرج خرج انت كتشوف سيمانه هو بحال هكا مسكين وانت مالك تشونجا يا تشونجا انت انت جلس نوضي انت شكون قال لك جلسي وقفي معايا الا ما وقفتيش معايا وانا مريض شكون اللي غيوقف معايا الا وقفتك سيري جيبي شي براد ديالها تاع السي سفيان يكون مشحر منعنع كي جيتك ها كنعرف نتبوح هذاك الدبوه هذا الحامض كامل انت ما دارك والو ما دارني والو انا راه دارني الصفا ولي دار هاديك سيمانة صيفتها عند دار خالتها مشات شافتها فتحات على المرارة السيمانة اللي وراها صيفتها عند عمها هزاتو يلا غشنو بغات دابا خويا راه الصيف صيف وخصو صيف ولا داك الصيف ولي خاصنا باش موزي موفي وعلى الوقت القضية راه واقفة اش اللي مشيتي للبحر ما غاديش تخسر بزاف الفلوس البحر كيدي الهوامة طلع الجبل نطلع الجبل نتهرس انا من رجلي ديال الغابة ديال الغابة كاين الباكيرة هي كلها سير الإفران ما كاينلاش علاش؟ دابا الصيف يكونوا جمعوا الثلج وسير لشي وطين ترتاحوا شويه ونخليو الدار ونمشيو للوطين
زعموا لي كارت ناسيونال ريزيرفي الدار احسن لينا بخير. او بالنسبه لي انت انا ماشي غير سخون، انت سخون وسفاريتي يا صاحبي، وهاد الحال ما تشوفها صوف ما شفت معاك انا راه القرص. واهوا كسبالي تاتينا. اش دخلك عندي؟ اش دخلك عندي؟ وكون عرفتينا كنت كنبدل ولا محيد حوايجي ولا كنت عريان، شكون نتيا؟ خرجي عطيني تيسا. واد ماشي ديال السوربريز، ماشي ديال المفاجأة، باقي بغيت نخلي عليك سوربريز مفاجأة. خرجي عطيني تيسا، مبقيناش غنسافرو، غندوزو ما دوايات، غنبقى ناكلها في الفانيد. سي سفيان خليني كنحتارمك، شنسافر مع وليداتك، خليني ندوز أنا مرض هاد العام، غادي ندوزو أمرض، ما باغيش نخدم باغي غير مرض. أنا مريض، أنا مريض. كل انا ناكل باليني كاع يلاه كتخدقوا لي كسي سفيان. مالك؟ خليني نضرب راسي سي سفيان، خليني نضرب راسي. الله يهديك ماشي ديالك هادشي الهواج راه ديال الناس كتسمع. اش واقع هاد السيد؟ راه ما كتعرف الهواج لا والو. هاد السيده هادي راه قالت لي يا سيدي جيب لينا التلفازه ديرها لينا في الكوزينه باش انا نتفرج ونطيب، الا ما تفرجتش ما نطيبش ليك. والله ما كتسيها لي ما نطيب. راه ما كندويش معاك، انا راه كندوي مع خويا سفيان. اغات التزمي حدودك الله يجازيك بخير. اسيدي هاد السيده راه خرجات عليا مصاريف كلها على ظهري، عرفتي الطبله اللي كتوجد لينا كطلع لينا بلا لا ومالي وتقرقي بالسطالي. اجي رمضان شحال فيه من يوم؟ 30. 30 طبله الا جات كل نهار اسيدي دارت لينا الحريره والشباكيه نسمو الخير والمروزيه وسلو. لا سلو بلاش بلاش سلو، كتكثر فيه الكوزه كنمشي للجامع نبغي نصلي التراويح تنسجد تنمشي تنغيب حتى كيجي شي واحد يقول يلا يلا خونا يلا سالينا. وبزات تكملاتها وجملاتها قالت لك ديني الفيستيفال ديال مراكش نشوف جمال الدبوز. ودي عند جمال، ودي فراسك نتايا. ايوا هاد القضيه مزيانه ان شاء الله هاد رمضان هذا حتى تدوز فيه 15 يوم في النص ديالو غنطرمدن عليها غيخرج الاخر فهمتي تخدم عليها مزيان صيفطها لدارو، مشي لدارو تصوم مع دارو وانا نصوم مع دارنا ياك حتى يقرب العيد ونمشي نوت القيصريه نجيب لها شي صابونه ديال الريحه وشي بيجامه ديال غوادالوبي ديال اماني اماني صافي ونتصالح معاها وانا نقصت عليا 15 جوغ ديال المصاريف. كتصدق هاد القضية؟ كتصدق العام اللي فات صدقات ليا ولكن حتى الخمس ايام الاخرى ما استفدتش استفدتش مزيان. وانا خليت لك الدار ودوز فيها رمضان بوحدك. عندك ما تجيش في العيد بيبي بايبي. البرد صاحبي وانت مالك ناعس في الطوموبيل؟ اخويا اللهم نلقاك مع الطوموبيل ولا ندير ديال المدام. مالاش بغات عاوتاني؟ قال لك سيدي وصل فصل الربيع باغا تبدل الفراش. ايوا راه تا هما كيعجبهم اللي بدلهم المنظر شويه في الدار. مالك انت شنو خاسر؟ غادي تهز لها الفراش ديال هذا البيت هذا وحطوه في البيت الاخر، وهز لها الفراش ديال البيت الاخر وحطوه في هذا البيت، وقول لها انت المنظر تبدل. وي راه متفق معاك راه هادشي اللي قلت لها. قال لك اسيدي هي باغا تصبغ الدار كامله وباغا تحيد الجليج ودير لها موزيك ديال السينتا والرخام وباغا دير المخاد ديال الموبرا والصفيفه والخوامي ديال العنبر وباغا اسيدي الزربيات ديال تركيا الحرار اللي ما يدوزو عار. وقالت لك اسيدي نخليو الدار كتصلح ونمشيو نسافرو عاد نرجعو ليها. سي ترو لقيتو دير لي واحد الحراقه صاحبي. اه ربوط عندي في الكوفر هاد الطاجين كيطيح. شنو هو؟ اه اللحم كيتقلى راه عندي تديسي راه هو. فين هو؟ اه في بواطاكم. عندي ما يسالك راك جهزتي الدار؟ لا لا غادي مزيان الحمد لله بشويه بشويه دقه دقه. جبت الملابس ديالي ديال الشتاء درتهم تحت الكوسان عندك والملابس ديال الصيف درتهم تحت الكوسان عندي انا فهمتي
وعندي الصالون تم الخير. شوف معايا انت خصو المخاد والعطريه، عندي فرويده سكر، كاينه بوطه عندي في الكوفر، كاين حتى الماء سخون. فين هو؟ هو في الرادياتور. اجي غادي تخلي السقف هكا سامبل اجاتش. وفكرت ندير ليه القبس ولكن مع لي دودان خفتو يطيح. ديري يا صاحبي السكات واش ما كتخافش؟ لا الدنيا هنا كالم ترونكي. اول بارح تصيدت علاش بلاصيت الطوموبيل ديالي فواحد الزنقه انتير ديال نط الصباح، لقيت راسي في الفوريا. تهلا علاش؟ شنو كتعرف شي حداد؟ علاش بغيني نركب لي كرياج سراجم. او واش بارسا وصاحبي لاعبين وما علمونا، ما صيفطوا لينا فاكس ما قالوا، وعيطوا لينا قولوا لينا لعبه البارسا. صافي باقا 0-0 خلوش. اليوم غادي نربحوكم اللاعب. شكون نتوما تربحونا؟ بارسا. ورانا بارساوي. واش هاد الهضره ديال والو؟ ميمكنش لينا حنا نكونوا بجوج بارساويين. واش خدم معايا عقلك شويه باش نخلطوا شويه لومبيونس. شوف باش نعرفك بارساوي كاين، عطيني التشكيله ديال البارسا. ميسي زيد ميسي بوحدو بوحدو اللي كاين اخرين غير كيعرقوا معاه. زيدني شي لاعب اخر ديال البارسا. راجل شاكيرا ما يعمر اسلام دري زوين من تيران للدار من الدار للتيران وعندو ديك المرا ديالو تري جونتي المرا تاع بيتي كريمان في السفرينجا نو. وندير واحد القضيه ندير انت ريالي وندير انا بارساوي. ودير انت ريالي وندير انا بارساوي. صافي لقيتها. شنو هي؟ غنديرو ميطا ميطا. مشات يلاه شات صافي عطا انت هكا وشعل دابا حبيبي برشلوني. واو ميسي واو على صباط لابس. سمعت هذاك الصباط كيسيبو ليه واحد المعلم في قعفاس. مالك بلدي مالك مالك هذاك الصباط ديال الكره وشو كيضرب به القاعده. بينو بينك انت راه منك لا فراج لا حب لا والو. انا نايت السي احمد موظف الدوله كبير. انت فين هو السي احمد؟ السي احمد راه مشى لصبليون هو ومرته هي دير الشوبينغ ويتفرج في الماتش. وراه هو صاحبي موظف الدوله راه يفطر في الرباط ويتغدى مع غوارديولا. دابا السي احمد وسط التيران وياه وسط التيتيز وياه وسط الباكيت وياه وسط الطبق ديال الفريز وياه. بيني وبينك السي احمد تقول علاش دمان مادام وياه.